كلودا الشمالي بونجور ويسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك وعلى هالمقدمة الكتير حلوة ديزيري، عن جد بتاخدي العقل انت. تسلمي كلودا، انا اشتقت لك اول شيء. ولك انا مشتاقة كتير ومشتاقة لكل هالشعب الطيب عندك هون، كل شعب الاردن بحييهم وبقول لهم الف صباح الخير. يعني بيسعدني اليوم تكوني على تواصل كلودا مع جمهورك الاردني من خلال راديو فن وبرنامج صباحو، ونرجع هيك نعيش فنك الرائع. وبعرف اخبارك كتير اليوم رح نحكيها على الهواء خلال لقائنا معك. اول شي بدنا نقول لك الف مبروك على اغنيتك الجديده بوسة أتولية، هيدي مني لك حبيبتي. وانا كمان بهديك اياها ولكل الشعب الاردني ولإذاعة راديو فن أكيد، وبشكركم على كل شيء لأنه عن جد الأغنية كانت عندكم حصريا. مزبوط. وبكفي بروجرامك قديش ناجح يا ديزيري، وأنا إلي الشرف إنه تكون غنيتي عم تنبث عبر هواكم وبالأردن، يعني لأنه عن جد عن جد عند إلي شعبية بالأردن، وهن أنا إلي مكانة خاصة عندهم وهن كمان لهم مكانة بقلبي، واخدي عز يعني عندي عز ونجاحات هونيك. شو النجاحات؟ انا بحييهم كثير 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 من كل قلبي وبهديهم 100,000 بوسه أتولية. كلودا، عودتك للغناء كانت بعد غياب، يعني ليش كنت بعيده عن الساحه الفنيه الغنائيه لفتره وبعيده كمان عن الاضواء؟ حتى بنقول انه كانت اطلالاتك خجوله مش كثير قويه. 100%. بتعرفي انه ما بدي نضل نحكي انه بخصوص شركه الانتاج وهيك، انا صار معي مشكله بقصة شركة الانتاج، كنت مع ميوزيك بوكس وتوفى مدير الشركة عنا بفرع ببيروت. نعم. وبتعرفي انه تطلعي من الشركة تكوني عطيهم عمل جديد، تطلع من هالشركة صعب. يعني اول شيء اخذت موقف مع هالعائلة الكريمة. نعم. انه صار في انه قضية وفاة وكذا وهيك، انه ما فيكي كمان دغري تطلعي من ثيابه الواحد. نعم. وتروحي على غير شركه دغري. طولت بالي تشفت كانوا هن قرروا شو بدهم يعملوا، بقى قفلوا الشركه هن. وبهالوقت انا كانت عندي تحضيرات وهيك، بس بهالتحضيرات بتعرفي انتجت من حسابي الخاص، عملت 4 كليبات يلي هو كان البوم فرضا حبيت، واعطيتهم بس توزيع لروتانا. يعني انا كثير ناس بيفتكروا انه ماضي مع روتانا او شيء، لا انا اعطيتهم اياه توزيع، يعني بدك تعتبري كانه كادو تيهتموا بهالعمل. وما اهتموا بالعمل، هيدا كل شيء بقوله. اجى حرب تموز، قالوا لي بعد حرب تموز عندنا بلبنان وقتها هيك. قلت لهم الاعلانات انه انا ما طلبت منكم شيء، طلبت انه يتكثف هالعمل وتنشات كلودا لانه كثير اتصالات بدنا نشوفك على التلفزيون. نعم. بقى ما كثفوا، كانت الوعودات كلها كذب بكذب، وانا الكذاب ما بطيقه. وهيك صارت عوين، يعني بتصير الوقت ما بتحسي، بيروح الوقت. وصدقيني انا قد ما الناس مسؤوليه كثير كبيره عندي انه العالم وينك 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 وينك، يعني وصلت لوقت كثير منحرجه، كثير متضايقه، مش عم بقدر برر لهم شيء، مش عم بيطلع بايدي شيء، بس الحمد لله تخطيت هالمرحله ورجعت عملت اغاني. والحبل على الجدار هلا عملت لهم بلدي وفولكلور على ستيل بتنطرني على غلطه، عاملين شيء كثير حلو، اخذه من سليم عساف الملحن كلماته والحانه هو. بقى عن جد في اشياء هلا بدها تنزل، وانا وعدتهم يعني انا عبر اذاعات هون بلبنان وغير لبنان وعدتهم انه خلص كل 4 شهور رح تشوفوا شيء جديد، وممنوع بقى اغيب لانه عن جد مرقت مرحله كثير صعبه والحمد لله بس خطيتها. نعم. يعني كلودا مع صدور الكليب بلشت الانتقادات، وصلت لك انتقادات؟ ايه عم بسمع بسمع هيك شو؟ يعني ابرز الانتقادات هي انه في بعض المشاهد تتطابق مع بعض كليبات او صور لبريتني سبيرز وجينيفر لوبيز. انا بيني وبينك كثير ولا حطلي زيلو ولا حطلي حدا. اذا قال لي في عندك هاي اللقطه بدنا نعملها هيك،
وبدنا اول شيء كان طالب هو غير هيك انه عشان يكون معي عشيء بوسه قتوليه وكذا. قلت له لا 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 ما بدي عشيء، ما بدي حب وغرام وانتقام وما بعرف شو سمير ابو النصر وبس. لا ما بدي هون، هول صاروا مألوفين. اي كلودا نعم عم اقول لك سمير ابو النصر وبس. ايه اذا بدي خلص هيدي ما رأيت هالفترة. ايه فعملت انا قعدت انا والمخرج قلت له انه لا 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 ما بدي شاب، بدي اهم شيء تاخذ تاخذني انا يعني تاخذ لي كلوزيت والعالم تشبع مني انا، ما بدي تحصل لي عشيق ومدري شو بالفيديو كيس الاشياء البلا طعمه هول المألوفين. قال لي قال لي عندك لقطه على نجمه وقال لي عندك لقطه هيك وعندك لقطه، خبرني حطني بالجو بس. هلا بس نزل الكليب هلا لبلشت هيدول الجمعتين بيقولوا لي انت مقلدة بالنجمة بريتني، وقال لي يا عم ما شوفوا في روبوتات عم يدبكوا حدي يعني ليه بتشوفوا هاي ما بتشوفوا هاي، بعدين بس فرجوني النجمة لبريتني وهيك ما خصها بالنجمة انه مين ما كان بحط نجمة بس هي غير شيء غير كادراج غير مدري شو. نعم كلودا هلا كل اللي بحبوك منقلون عم ينزل حصريا هالكليب على شاشة الال بي سي. ايه نعم بعدين رح يبلش من بعد الال بي سي حصريا اذا الله راد ميلودي، وببلش شوفوا على كل المحطات اذا الله بدي. بذكر انه هالمرة عودة جدية الى الساحة الفنية وعلى كل ان شاء الله عودة جدية وممنوع الغلط يعني. انا وعدت وهالمرة رح اوفي بوعدي لانه عن جد في مسؤولية كثير كبيرة وراي، هني اهلي مش بس واصحابي واللي بدك اياه هيدا الجمهور الحبيب يلي عن جد له مكانه كثير خاصه وكبيره عندي. اللحن الفولكلور كلودا يلي تم اعتماده بهالاغنيه البوسه الاتوليه ايه؟ لحن شو هيدا انا لحن قديم كنت حبه كثير، كنت حتى كنت بعمر صغير كنت ارقص عليه الغنيه بتقول سعادة كشكش حامة من وادي لوادي والله لكشكش معهم من حرقيتي فؤادي يا دلو يا دلو. بقى في كلام كانت هاي من زمان فولكلور كمثلي حبيت كثير. قاعدين نحن والشاعر عادل رفول والتوزيع روزي خوري، يعني بتقولي روزي الموزع روزي رجع عمل فبركة للغنية كلها، غير لها اللحن إذا بدك عملنا غير موسيقى كليا يعني بتسمعي الفولكلور بتسمعيها هي ما في يعني غير شيء كليا.